السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحب بكل اللي بيتابعوا قناة الشروق واللي بيتابعوا صحتك في رمضان ورمضان كريم. ضيفنا دكتور بشار الجعلي، استشاري جراحة العظام والمفاصل والأورام، مستشفى علياء جامعة بحري. الخميس الفات تكلمنا مع دكتور بشار عن مشاكل المخروقة، ومشاكل المخروقة كانت كثيرة. مشاكل المخروقة ممكن تكون انفصال في المخروقة، ممكن تكون كسر في المخروقة للكبار وغيره، مشاكل كثيرة منها العرج حتى عند الأطفال. هنواصل مشاكل المخروقة مع دكتور بشار الجعلي. ونحن دكتور بشار الخميس الفات وقفنا في حتة مهمة ونقطة مهمة، إنه حتى اللفة حقت البيبي ساحة الولادة، حقت الطفل ساحة الولادة، بتأثر على انفصال المخروقة. ومرحب بك مرة ثانية. شكرا جزيلا دكتور أيمن المعزل والطاقم العامل خلف الكواليس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخميس الفات كان وقفنا في الحتة بتاعت المشاكل مفصل المخروقة، أيوة، وطريقة الخلع أو الحاجات اللي ممكن تؤدي إلى الخلع. فبعض واحدة من الأسباب اللي بتؤدي للخلع هي طريقة بعض الشعوب في إنها كيف تتعامل مع الطفل أو الجنين ده في طريقة لف الجنين. طريقة لف الجنين ده مناسبة من الحياة الأساسية، وبتلقى الأمهات بيعلموا البنات كيف يلفوه كده ده. ففي بعض الشعوب زي ما قلنا عندهن لقوا إنه إحصائيا عالميا عندهن نسبة خلع مفصل الورك اللي هو مفصل الكرة والحق زي ما تكلمنا المرة الفاتت، بيكون عنده نسبة أكبر من الشعوب أخرى. يعني الأفارقة ما عندهم كثير، لكن شعوب مثلا بلاد الشام والخليج بالنسبة للناس القريبين، الناس الهنود الحمر، لقوا أنه نسبة خلع مفصل الورك عند الأطفال كبيرة شوية منهم. فواحد من الأسباب لقوها أنه الطريقة بتاعت لفة بتاعت الجنين. المشكلة وين؟ المشكلة أنه المفصل بتاع الكرة والصحن، الرجل لما تكون فاتحة بتقوم بتضغط على مفصل، بتضغط على الصحن، بتكون قاعدة كويس، بتكون قاعدة كويس، فبتأدي إلى تكوينه بصورة ممتازة. لما أنت تجيب الرجل تلصقها جنب خوتها الثانية فعلا، فبالتالي ما حيكون في ضغط كبير على الصحن، فما بتكون عندنا صحن عميق وغريق انه المخروقه دي تكون قاعده كويسه، فبكون عندهم قابليه اكبر لانه انه 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 يطلع. ايوه نعم. فكان في صور مصاحبه لبعض الشعوب انها بتقوم بتلف الاطفال زي المومياء او زي القرطاس. ايوه. فدي شعوب الهنود الحمر، بلفوا الأجنة، وحتى بعض الطبقات الأرستقراطية الموجودة في أوروبا بتلفها، بيعتبروا إنه حاجة كده حضارية وحاجة أوتوكيت، يعني شكلها جميل، شكلها جميل كده، تلف زي القرطاس كده وتخطه زي المومياة، تخطه وتشيله، الأب يقدر يشيله والجد يقدر يشيله، يكون سهل جدا. نعم. الحكاية بتاع طريقة اللف دي بتؤدي إلى عدم تكون مفصل مخروقة، عكس تماما الشعوب الأفريقية. ده صح كده، ده بيخطو يعني الطفل ده قاعد رجله اليمين والشمال مشتحات في ظهر امه بورا ورابطاه، هو الام دي مزارعه وشغاله في شغله وكده، ده بيحصل حتى في السودان، بيحصل بالظبط كده. نعم. فعشان كده الاطفال ده بيكونوا عندهم مخروقه مظبوطه، مخروقه تمام، دي شيء كويس، يعني دي شيء ممتازه جدا. نعم. دي شيء، ايوه، عشان كده قلت لك هي الفكره في في في, في الثقافه. يعني 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 الطرق اللي انت بتشيل بها ارستقراطيا ما كويسه، لكن تشيلها بالطريقه دي احسن. حتى انه الخواجات الان بيجوا يعتمدوا الطريقه بتاعت الشيل دي، وبقت حتى طرق للتعليم السعودي ام بتقطع في 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 البصل، ممكن الواحده تكون في الفطور لو شغاله، لو ما عندها زول يساعدها، دي شيء صح يعني. ايوه، خدتها شفوها مننا احنا. نعم. شفوها مننا احنا. نعم. تخط الجنين على بطنه ومشتح رجليه ويدينه وماسك في حضن امه، وفي حنان وجنبه، في حنان وكده ده. وحتى نعم. الان بقى في الرجال ذات بدوا يتعلموا الطرق دي، يعني الرجال والنساء سواء بقوا يتعلموا الطرق دي، وبقت في طرق في الانترنت انه الواحد ممكن بيتوب بطرحه بهنا كيف تربط رجله. سبحان الله، زمان كان ده مفهوم غلط انها بالطفل او كده، لكن هي بالعكس يعني مفيده ومريحه جدا. وانك تمسك الطفل بيكون ماسك في حضن امه بيدينه ورجليه بعيدات من بعض، مشتحن من بعض، وقاعد ماسك في 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 بطن امه. وعلى هذا الاساس واحده من طرق العلاج بتاعت خلع المخروقه انك تخليه عامل كده. ايوه، الشيله. ايوه نعم. ففي مش الشيله ذاتها، في جهاز بيسمى بافليك هارنس، عمل واحد عالم اسمه بافليك هارنس، والجهاز ده هو عباره عن سيور، مجموعه سيور.
السيور دي بتخلي الجنين قاعد زي كانه يعني انت حتى لو خدتيه في سرير زي كانه زول شايله في ظهره ولا شايله في بطنه. يعني زي كانك تخاتي الجنين كده في حضنك. نفس الشيله دي. نفس الشيلات اللي قبل شوي شفنا الصوره دي. سبحان فالجهاز ده في اسمه بابليك هارنس في الشهور الاولى 6 شهور الاولى بيقوم بيلبس الجهاز ده. بعد عمر 6 شهور لسنه بعد ذاك بتبدا انه الجهاز المرن نحن بنسميه جهاز مرن جهاز حركه مرن اسمه بابليك هارنس. بعد ذاك بتبدا الجبس نبدا ناخذ جبس. والجهاز المفروض يقعد فيه البيبي كم مثلا مده في اليوم في ساعات محدده بيكون بيجي يكون في العيادات هو بيقعد بيتابع بصوره دوريه. يعني الجهاز ذاته يفضل انه يركبه الطبيب ذاته طبيب جراحه العظام والاطفال انه يركب الجهاز ده هو ذاته لانه في زوايا معينة بيحتاج انه الطفل يكون فاتح رجليه فيهن تكون إيه تكون مفتوحات وفي صورة لو جات للجهاز ده اسمه بابليك هارنس. وبعد ذاك طبعا ممكن بعد في الجهاز ده وفي الجبس وعملوا منه ده جهاز شايف عباره عن سيور واربطه بتخلي الجنين كده زي المشتت رجليه وبعيدات من بعض فالرجلين بيكونوا ضغطات على المخروقه بيكونوا ضغطات او ضغطات على مفصل الصحن. في الجبس بعد ذاك تطور شويه بقى يعني بعد عمر 6 شهور لسنه او مرات لحد سنه ونقوم نعمل جبس من عمر سنة لسنة ونص في عمليات جراحية لإرجاع المفصل جراحيا. في بعد ذاك بعد العمر سنة ونص سنتين بعد ذاك تبدأ العمليات بتاعة جراحة العظام. نعم. فعندنا خلع الولادة واحد من أسباب العرج الناس لازم تعرفه من بدري وعبر المسح بتاع الأطفال. واحد من الأسباب الأخرى للعرج هي بنسميها انزلاق رأس المخروقة أو رأس البلية أو رأس الزر ده عند الأطفال عادة بتحصل عند الأولاد أيوة في حوالين عمر 15 سنة 13 14 سنة وبكونوا سمان يعني بكون الولد سمين مليان شوية جسمه أيوة مليان فبيحصل له حاجة اسمها انزلاق رأس المخروقة وانزلاق رأس المفصل الزر وفي أسباب برضو عند ده انزلاق عادي ما كسر ولا كده دكتور هو يعتبر ده هو نوع من أنواع الكسور كسور هو نوع من أنواع الكسور في هو نحن بنسميه انزلاق لأنه ما بالضرورة يكون سببه حادث أيوة يعني ما في حاجة كده مسكته كسرته لكن هو تصنيفه جزء نوع من أنواع الكسور يعني بتاعت الأطفال في البلية دي ذاته بيحصل شق عديل ولا لا هي ما شق الأطفال نحن طبعا كلنا بننمو ومنطول أيوة نعم. فنحن عظمنا ده ما بكون كله كده عظمة واحدة بيكون عبارة عن عظم أو زي مثل البلية دي بعدها بيكون في غضروف بعد ذلك بيكون العظم أزول لما يصل عمر 18 20 16 سنة 22 حسب نوع العظم بيحصل فيه بيبقى عظمة واحدة فده غضروف في قرص النمو حي اسمه قرص النمو دي الحتة اللي بيطول منها الإنسان دي الحتة اللي بيطول منها كلها فبقوم بيحصل فيه انزلاق زي ما نحن شايفين يمين الشاشة في المفصل الأيسر ده انزلاق في الأشعة ظاهر انزلاق لرأس المخروقة في الأطفال عبر قرص النمو أيوة. وده بيظهر في شكل عرج قلنا يكون واحد شاب عمره 13 سنه سمين شويه وبيمشي رجله بتكون لافه لورا وبيمشي بعرج أيوة. قد يكون برضه مصاحب ببعض الامراض في الغده الدرقيه او بعض الامراض في الكلى هل زياده الوزن ممكن يكون سبب من الاسباب وهو يعني؟ هو واحد من الاسباب الرئيسيه لانزلاق راس المخروقه يعني أيوة. واحد من نحن بنسميها المحفزات ريسك فاكتورز محفزات حدوث انزلاق راس المخروقه واحد منها الوزن كبير. أيوة يعني الواحد يكون وده علاجه طبعا بيتم عن طريق التثبيت للمفصل زي ما شايفين بمسامير بمسمار نعم بمسمار أيوة. عن طريق الأشعة عبارة عن خرم صغير ومندخل المسمار ده ومنثبته نثبت ده محتاج لعملية إذن ده محتاج لعملية نعم. نعم ده محتاجات لعملية نعم ايوه اذا كان ما زي الانزلاق العادي الانزلاق العادي بس لا ايوه نعم اذا كان اذا كان الـ 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 الشاب ده او الولد ده طبعا اغلبهم طبعا اولاد أيوة. اذا كان عنده مشاكل في الغده الدرقيه او مثلا مشاكل في الكلى بنحتاج نثبت المفصل الثاني احتياطيا حتى لو ما كان منزلق لانهم عندهم قابليه لانزلاق مشترك ما بين المفصل الايمن والايسر واحده من اسباب العرج وفي الأطفال برضو هي نقص التروية ده بيجي في أعمار أصغر شوية عند الأولاد والبنات سواء نقص التروية ده البلية دي أو البلية الفوق دي بيجيها الدم من تحت لفوق يعني عندنا احتمال صورة اللي قدام كده نشوف الدم ده جاي كيف الدم ده بيجي من تحت لفوق مرات لأسباب غير معروفة بيحصل نقص في تروية يعني نقص وصول الدم وصول أيوة. الغذاء إلى الرأس نعم
فبقوم الرأس ده بيحصل فيه تآكل و لأنه ما جاي وغذاء ما جاي ودم. نعم. فبقوم بيصير طبعا بشكل ألم وعرج عند الأطفال، بيجيبوه بقوم بتعمل له صور، بتلقى إنه والله يا أخي البلية بدت تتآكل، أو إنه يكون في مراحل مبكرة جدا، وده ما بيكتشف إلا عن طريق الرنين المغناطيسي. زي ما شايفين في الصورة إنه في تآكل. نعم. بدأ يحصل هبوط في ارتفاع، وبدأ يحصل لو ملاحظين الجزء التحت ده كده أحمر شوية واصل الدم، والجزء الفوق ده بدأ انقطع منه الدم، فبيبدأ يحصل هبوط وتشققات، وده بيؤدي لاحقا إلى خشونة المفصل. واحدة من طرق نعم. علاجه إنه نعمل له حفر، حين نسميه حفر من جلد دربكين، نحن طبعا عندنا عدة زينا وزي أيوة. زي الورش. نعم. لكن طبية طبعا. أيوة نعم. ومعقمة وكذا ده. أيوة. فبنعمل حاجة اسمها حفر بمدقاب، ده مدقاب دريل أو دربكين، فبنقوم نعمل حفر على أمل إنه الحفر ده يؤدي إلى إعادة وصول الدم إلى رأس المخروقة. واحدة منا منشيل استعاضة من المريض نفسه، نشيل من رجله عظمة فيها أوعية دموية، وتتوصل مع الأوعية الدموية الرئيسية، ويعملوا مجرى للعظم ده، ويقوموا يدخلوه جوا ويوصل الدم لرأس البلية. زي حكاية ما سهلة تقريبا، يعني أنت بتشيل العظم من حتة تانية. منشيل العظم من حتة ونقوم نزرعه في الحتة دي مثلا. نعم. حتة مثلا منشيل من الساق، من عظم عظمة اسمها الضنبوب باللغة العربية. هي الساق ده فيه عظمتين، في واحدة اسمها الشظية اللي هي الناس الكورة بيعرفوها بعظمة الشنكارة الرفيعة. فيها الشنكارة اللي هي العظمة السطحية تحت الجلد الطوالي. أيوة. بيخطوا فيها الحامي بتاع الشنكارات ده. أيوة. هي عظمة جنبها صغيرونة، منشيلها بأوعية أو بدون أوعية، ويتم حفر وزراعتها لإعادة التروية. نعم. إذا ده كله فشل والولد بعد ذلك بقى في عمر كبير شوية وأدى إلى خشونة، بيتم عمل مفصل صناعي. طبعا في برضو قص العظم وتحويل العظم. في بعض المشاكل لو مشينا للبعدية أسأل في الصورة دي مخروقة دي مصورة صناعية. دي صناعية لو مثلا نقص التروية في الأطفال. الصناعية إلا للكبار بس يعني أسأل في الأطفال يعني. لا في الأطفال لا. هو حاليا علميا بدوا ينزلوا في الأعمار شوية، زمان كان بتعمل للكبار شوية، لكن أسأل الآن في نهاية الطاشرات العشرينات بدأ يتعمل عشان جودة الحياة تحتاج تبديل، لكن اللي قدام تاني حسب النوع طبعا. الآن في أنواع مصنوعة من السيراميك. أيوة. في اللي هو قابل للاحتكاك، يعني إنها بتتحمل الاحتكاك الشديد جدا. نعم. في الشباب عادة بيتعمل مفصل سيراميكي لأنه السيراميكي بيتحمل الاحتكاك، وفي الزيركونيوم دي مادة غالية شوية. لكن السيراميك أعتقد كل الناس بتعرفه. في مفصل حديدي طبعا. أيوة. في حديد على مادة البوليإيثيلين اللي هو عبارة عن بلاستيك، وده كلهم الجسم بيتقبله نعم. ما في مشكلة. نعم يعني. نعم. إلا إذا كانت جودة التصنيع فيها مشكلة هي ذاتها. أيوة. تعليق على الصورة دي واحدة من مشاكل المخروقة في الناس الكبار. أيوة. الممكن تؤدي إلى العرج أو الآلام. خشونة المفصل. خشونة المفصل دي مرتبطة، جزء منها مرتبطة بالإصابات والكسور ونقص التروية عند الطفولة، ومشاكل خلع الولادة عند الطفولة، ومشاكل الانزلاقات عند الطفولة. يعني في أسباب كثيرة جدا من ضمنها العمر الغالب. يعني هو العمر عنده حاجات في عنده هيستوري في الطفولة، عنده تاريخ. نعم. مرضي لحاجة في المخروقة. بالضبط كده. من الحياة اللي تكلمنا عنها عانى منها. كبر ما تعالجت، ما مشت كويس، أدت إلى خشونة، أو إنه هي خشونة أساسية ما عندها مسبب، يعني لا إصابة لا كسر ولا حاجة من هنا. نعم. خشونة ثانوية بتقوم بتعمل مفصل مخشن زي ده. المفصل طبعا بيعمل ألم. أيوة. والألم بيؤدي إلى عرج طبعا. فبكون الواحد بيحس بألم في الجزء الأمامي من اليمين أو أيسر يعني المحسن يعني. بتبقى ملساء، ولما تلاقى المفصل الخشونة دي ما عندها علاج خالص. خالص ما بتتعالج يعني. الخشونة دي الخلايا بتاعت المفصل المبطن ما بتتعالج، فبالتالي بيؤدي بنقوم بنعمل من قص البلية المخشنة دي والجزء في النص ده كله بتشال البلية، الراس البلية. أيوة. دي رقبة البلية دي اسمها. أيوة. رقبة. أيوة. نك رقبة وده رأس، فمنشيل الرقبة والرأس منشيل من برا. وبيقوم منركب مفصل صناعي مكانه. والصحن إذا كان الصحن ما فيه خشونة بنقوم بنعمل حاجة اسمها مفصل صناعي جزئي اللي هو بس بديل للرأس والرقبة دي. أيوة. أو إنه بنعمل حاجة اسمها مفصل صناعي كامل اللي هو إنه حتى الصحن نقوم نركب له صحن، يعني نركب له صحن. أيوة. ده جوا. وبتكون عندنا في الصورة البعدية بيصير طوالي إنه ده شكل المفصل الصناعي بعد ما يتركب. نعم. ده قبل ما يتركب ده هو كده يعني. ده من الشركات. نعم. أيوة نعم. ده كامل صح. ده كامل. ده مفصل كامل. ده فيه فيه الخازوق ده والدستور ده اللي بيتركب جوا العظم. أيوة. طالع منه رقبة، وبعد ذاك فيه بلية، وممكن نجيب صحن برضو بتاع وبعد ذاك في صحن ده كله هي مجموعة بتاعت أجزاء بتتركب مع بعض.
في العمليات بتقوم بتعمل مفصل صناعي, فبالتالي ببطل الإحساس بالألم, ما بيحك العظم مع العظم, ده بأدي وظيفة كويسة ودول بيعجبه وطويلة وما في أي مشكلة وبيتحرك عادي ما في عرج ما في ألم. متوسط أعماره يعني 25 سنة 20 سنة كم 30 سنة تقعد زمن كتير. السيراميك السيراميك بيقعد أطول كم 30 سنة ممكن يصل. الزيركونيوم بيصل أكثر كمان من كده بكثير خالص. وانتوا بتختاروا على حسب شنو مثلا؟ نختار حسب العمر وحسب العمر وحسب كده. وبعدين في 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 اختيارات برضو بتعتمد على سعر الأجهزة دي, لأنه ميزانية المريض برضو لأنه أسعاره برضو ما واحدة متفاوتة. يعني الشركات متفاوتة في الأسعار زي ما في عربية بنتلي ومرسيدس وهنا برضو في عربية كده وكده وكده نفس القصة. واحدة من المشاكل بتاعت المخروقة اللي هو الكسور. نعم. الكسور دي بتختلف, الكسور اللي هو كسور الوركية دي تاريخيا كانت بتسمى بكسور الموت بالذات في الناس الكبار, الناس الكبار مش الشباب يعني. أيوة. الشباب ما اسمها كانت كده وما زالت والله وما ولا زالت تسمى مخيفة. بكسور الموت. نعم. نعم. بالذات في الصورة شمال الشاشة في الصورة اليسرى دي الكسور دي بتكون بتقطع الدم من البلية. نحن قلنا زمان عند الجبيل قلنا عندنا مشكلة بتاع الدم. أيوة. لوصول لرأس البلية. نعم. لما يتكسر ده في الناس الكبار كبار في السن ناس كم 70 كم 80 كم 90 سنة فنقوم بينقطع الدم. الصورة دي بتورينا انتقال الدم. الدم بيجي من تحت لفوق. أيوة. عدا الجزء الفوق في الصورة ده ده مرات في الناس الكبار ما بكون شغال ذاته. الشريان الصغيرون الموجود فوق ده مرات ما بكون شغال. نعم. اما الشرايين اللي تحت جايه عبر الرقبه وماشيه للبليه دي الشرايين الرئيسيه. فانت تخيلي مكان الخطوط الطويله مكان الرقبه دي تنكسر. ايوه. اذا انكسرت الرقبه دي الدم بينقطع من الرقبه وبالتالي حتموت الرقبه دي. في الشباب نحن بنقوم بنسعى ما للتغيير وانما للتثبيت. لانه احتمال وجود المفصل الاصلي لو عاش لانه عندهم امل انه يعيش. نعم. فبنقوم بنثبت ما بنغير. بعدك اذا ما عاشت البلية بنقوم بنغيرها. في الناس الكبار بيكون بمسمار عادي بنثبت بمسامير في مسطره ومسامير جانبيه وكده ده. في الناس الكبار في السن بنقوم بنغيرها اذا كان زايح من مكانه بنقوم بنغيرها طبعا لانه العمر كبير وما في داعي يتعرضوا لاكثر من عمليه وفي العاده بيكون عندهم مشاكل اخرى يعني عندهم مشاكل في القلب ضغط سكري عندهم مشاكل في الشرايين ذاته انه يدخل العمليه وما يدخل العمليه. دكتور بشار ده برضه يعني نعم العمر عنده دور كبير جدا في الاختيار. نعم. العمر عنده دور كبير جدا دائما يعني الشباب او في الغالب الشباب كلهم بنسعى الى التثبيت اذا كان. أيوة. طبعا الكسر في الرقبه اذا. أيوة. تحت الرقبه ده موضوع ثاني بنثبت في الكبار والصغار. أيوة. لكن اذا كان الكسر في الرقبه او دون الرقبه شويه كده ده في الشباب كلهم بنحاول نثبت لهم بنحاول نحافظ على المفصل الاصلي بتاع رب العالمين. طيب الكسور دي في الاكثر عند الكبار السن. كبار السن نسبه لتهشش العظمه. ايوه مثلا نسبه لتهشش العظمه 80 سنه وعنده 80 سكر وعنده ضغط وعنده مشاكل في القلب بتجرى له عمليه. بنعمل لهم عمليه طبعا في طرق معينه للتخدير والمحافظه عليهم بتتعمل لهم فحوصات بالاول بعدك يعني. بعدك بنقوم نعمل لهم عمليات. أيوة. فهي حسب العمر وموضع الكسر بنقوم بنختار واحدة من الاجزاء دي مثلا يعني مثلا لو مسكنا من الايسر الى الايمن اليسار دي مثلا دي اللون اصفر دي اللون اصفر باخضر دي. دي. أيوة. دي ده ده مسمار نخاعي مع مسمار عنقي رقبي رقبي رأسي اللي بيمسك الرقبة والرأس معاه مسمار نخاعي ده في العادة بيستخدم للتثبيت بتاعت الكسور في الشباب في الناس الكبار اللي ما زايح من مكانه وكده. أيوة. ده نعم. التاني ده بيتم في الشباب في الناس الكبار للكسور اللي ما زايحة من مكانه. أيوة. النوع الثالث بيتم للكسور الخارج الرقبة وبتكون مستقرة بنسميها اللي هو نمرة 3 من اليسار. نعم. إنها تكون كسور خارج الرقبة ونقص التروية مستبعد ويكون مستقر. أيوة. الأول على اليسار للكسور الغير مستقرة برضو. النمرة 3 ده للكسور المستقرة وفي الشباب والكبار. نعم. النوع الأخير ده للناس الكبار في السن اللي هو تغيير المفصل كامل اللي هو أكثر واحد على اليمين. الثلاثة الأول اللي كأنهم تثبيت فقط لكن الأخير ده تغيير. نعم. كله التغيير كامل سواء كان لزول كبير. نعم. في السن أو لزول شاب فشل فيه التثبيت. يعني حصل نقص في تروية الرأس والبلية والكلام الزي ده. أيوة. نعم. فهي الاختيار
بيعتمد على العمر وبيعتمد على نوع الكسر. نعم. في الناس الكبار من المهم انه العمليه تتعمل لهم بدري، لانه زمان تاريخيا كانت تسمى كسور الموت، لانه الواحد اول ما يتكسر في السن الكبير ده بيقوم بيقعد في السرير. أه. بيقوم بتحصل عنده مشاكل صحيه، واحده منها تحصل له تقرحات لانه ما بتقلب بسبب الالم، تحصل له جلطات في الساقين. نعم. في الساقين تطلع للرئه، ممكن للرئتين او تطلع للراس، لو طلعت الرئتين حيفقد الحياه، التنفس بيقيف، اذا طلعت للراس ممكن تعمل له شلل نصفي. أيوة. نعم. او حتى صعوبه في الكلام مع شلل، يعني او بدون مشكله في التبعات اللي بتحصل. نعم. بعد بيحصل يعني. بيحصل ترصبات في المثانه، بيقوم بيحصل التهابات في البول. بتحصل الرئه ذاتها بسموها لا شردقه، او الواحد بيشرق. ايوه صح، يعني الواحد بيشرب المويه بدل ما تخش المريء تقوم تخش الرئتين، ممكن تعمل التهابات، تعمل التهابات في الرئتين، والالتهابات دي طبعا برضو تعتبر التهابات قاتله في الاعمار الكبيره يعني. دي كلها مشاكل بسبب الرقده بس. ايوه. الناس الكبار دي حياتهم بصحه وحياتهم بالحركه، بالحركه فعلا. فكل ما اسرع في اجراء عمليه الناس الكبار، كل ما اسرع باجراء عمليه تغيير مفصل للناس الكبار، كل ما كانت النتائج احسن. عاملين دراسات للناس اللي بتتعمل لهم، اغلبيه العمليات بتكون ببنج نصفي يا دكتور، اغلبها بتكون ببنج نصفي، وفي جزء منها ببنج كامل. أيوة. يعني في عمليات بالذات في الاطفال اللي احنا بنحب نحس بامان اكثر لما نقول لها بنج نصفي. هي طبعا يعني. هي طبعا ما بيفرق البنج النصفي والبنج الكامل، ما بتفرق من الخطوره. نعم، ما بتفرق من ناحيه بتاعه خطوره. الزول اللي بيتعمل له بنج نصفي لازم هو ذاته يكون جاهز لانه يتعمل له بنج كامل اذا الزول احتاج لها، في الغالب احنا ما بنحتاج لها. لكن المريض بيتم تخدير بواسطة استشاري أشعة، استشاري تخدير عفوا. واستشاري تخدير ده تخصصه في الأساس هو تخدير من لا يمكن تخديره. يعني ده التخدير هو تخدير الحالات الصعبة دي. يعني هو علم تخدير الناس اللي عندهم مشاكل تخدير، إنه زول عنده مشكلة في القلب، عنده مشكلة في الشرايين، عنده مشكلة في الكلى، عنده أي نوع من أنواع المشاكل، هو العلم المختص بإنك أنت تخدر الناس اللي عندهم مشاكل زي ديل. أما التخدير العادي، زول عادي صحيح معافى، تخديره بيكون سهل. لكن الناس الكبار ده التخدير الصعب، الناس اللي عندهم مشاكل أخرى مصاحبة يعني. فهو دائما المريض لما يكون مخدر بيخدره استشاري، هو في أيدي أمين إن شاء الله بإذن الله. وبعدين يعني الناس بتضع تحوطاتها، يعني احنا بنعقلها بعدين بنتوكل، ما في زول بيتوكل طوال يعني. حتى حوادث المرور برضو كسر المخروقه ممكن يكون ناتج كبير من وجود السيراميك في البيوت. نعم. والمويه والحاجات بس بسيطه ممكن تؤدي لكسور ال- ال- يعني الكسور دي طبعا في الناس الكبار الكسور دي بتجي من حاجات بسيطه. في الناس الشباب بتجي من حوادث كبيره، زول واقع من طابق، واقع في بير، ضربته عربيه، انقلب بموتر، راكب ركشه انضربت لانها ما مستقره، او حاجات زي دي يعني. ما رابط الحزام، سايق العربيه. حوادث دي في الشباب. في الناس الكبار بتحصل من انزلاقات طفيفه، ومرات لحاجات بسيطه في البيوت يعني، بالذات الفرشات جنب السلالم لقوها. أيوة. المزهريات. صح. السيراميك، الارض المبلوله في هنا. يا ريت انه يعني الاسر تامن المحل بتاع الحركه للناس الكبار، لان الكبار بالضبط في ناس بيخطوا جنب السلم الطالع، والناس يخطوا لك فرشه صغيره كده. أيوة. الفرشه دي خطيره جدا، سواء كان طلوعا او نزولا. جاكم بيان اسكت ثاني. نعم. شكلها. نعم. دكتور بشار الجعالي، استشاري جراحه العظام والمفاصل والاورام، مستشفى عليا جامعة بحري، شكرا لكم. وإن شاء الله كل الناس ما يكون عندهم أي كسور في المخاريق بإذن الله، وإن شاء الله نحتني كمان بكبار السن ونحاسب عليهم جدا في حكاية السيراميك والمويه في الوطاء وغيره. وإن شاء الله الناس داخلة على أعياد يعني مع رمضان والعصير المدفوع بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله كل الناس تكون بصحة وعافية. دكتور بشار شكرا لكم، تتابعونا إن شاء الله أسبوع ويدخل العيد بإذن الله، وإن شاء الله الناس تدخل على العيد بمعافية من غير أي كسور بإذن الله. إن شاء الله نتلاقى الأسبوع الجاي بإذن الله، في أمان الله.